قدس إله الواحد آمين. ليس وداع ولكن على أمل اللقاء، عاش بيننا وتعب لأجلنا ورحل شفيعا لنا. أقف اليوم بينكم وعلى غير عادتي، ليس خادما وكارزا أو مهنئا، ولكن مودعا ورسيا. أودع وأستودع، أودع كاهنا وقورا وشيخا كبيرا وعالما جليلا ورجلا عظيما وأبا نموذجا للأبوة الحقيقية في الكهنوت، أبا خدم جيله بمشورة الله وأدى رسالته وأكمل أمانته غير منقوصة على قدر ما أعطاها الله من صحة وعمر وزنات، تاجر وربح للنفس الأخير باذلا نفسه لأجل خدمته التي اؤتمن عليها بكل أمانة واستقامة، ربانا للسفينة وقائدا للمسيرة، خادما حكيما مهوبا بسبب محبته، مهوبا لأنه كان محبوبا من الجميع وهو المتنيح، أبي الذي أشعر بفقد عمري كله وهو أبونا صليب متى ساويرس، كاهن وملاك هذه الكنيسة وراعيا لشعبها لأكثر من 50 عاما وقائدا لها، ولد باسم نصري وشهرته فيكتور، وكان يعتز بهذا الاسم حتى أننا دعيت باسم فيكتور. ولد يوم 10/6/1944 من أبوين تقيين هما المرحوم متى بيك ساويرس مؤسس هذه الكنيسة وجمعية السلام، وزوجته المباركة كانا برين أمام الله سالكين في وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، وشقيق للمتنيح القمص متى ساويرس أول كاهن لهذه الكنيسة. حصل على بكالوريوس التجارة في يونيو 64 ودراسات من الجامعة الأمريكية في الإدارة عام 65. عمل كمحاسب بوزارة الزراعة لمنطقة القليوبية منذ تخرجه حتى صيامته برؤية إلهية بيد البابا القديس قداسة البابا المعظم البابا كورولوس السادس والأنبا ونيافة الأنبا ماكسيموس المتنيح مطران القليوبية في 3/10/1969، ودعي باسم صليب. وحينما دعاه البابا بعد صيامته قال له ادعي لي دعوة حلوة، قال له ربنا هينصرك على من يعاديك، وكانت هذه الدعوة سندا له في سيرته الكبيرة والعظيمة، ورقي قمصا بيد نيافة المتنيح الأنبا اندراوس أسقف بوتي أسقف دمياط والبراري يوم 3/10/71، يعني هو اترسم 3/10/69 وترقى قمص 3/10/71. وهو كان يعتز قوي ان هو رقم 7 في تعداد الكهنة اللي حوالي يعني 950 في الداخل والخارج، فهو يعتبر رقم 7، وعشان كده كان يعتز قوي بلقب شيخ شيوخ كهن الكهنة. عمل قواعظ بمصلحة السجون منذ 1972 حتى عام 2004 حتى أحيل على المعاش، حيث كان مدير عام إدارة الوعظ والإرشاد الديني بمصلحة السجون. قام بإكمال مسيرة الكنيسة من بناء وتعمير ونهضة روحية، مغيرا مفاهيم كثيرة محولا إليها إلى نهضات روحية، وحتى أن هو أعمل أعياد ثابتة زي 30 أغسطس وزي 10 فبراير عيد تأسيس الكنيسة 30 أغسطس. وجود الرفات كان لازم يعمل لها احتفالية كبيرة، وحتى ان هو في السنوات الأخيرة كان بيحب يفرح ماري جرجس ويلف حوالين الكنيسة وكان بركة للكل. قام بتأسيس لجنة البر والعمل الخيري عام 1986، قام بتأسيس أول مكتبة للطفل عام 1982، وكذلك الاهتمام بمركز الكمبيوتر الذي تم تطويره في عهد قداسة البابا تودروس الثاني أطال الله عمره لمنتهى الأعوام، وافتتح قدستته هذا المركز في العيد 75 لإنشاء الكنيسة. قام بتأسيس قاعة للمؤتمرات، وحتى أن سيدنا أكرمه في العيد 80 للكنيسة، واحتفل بعيد صيامته 50 اليوبيل الذهبي. حتى لما حبينا نعمل له احتفالية تانية قال لك لا خلاص ما فيش حد يحتفل بعد قداسة البابا. فاحنا طبعا شكر الجزيل لقداسة البابا على اهتمامه ومحبته ورعايته، وطبعا كل ده برعاية اسقفنا الحبيب اللي ما بيسيبناش ابدا صاحب النيافة اسقفنا المحبوب الانبا مكاري. شغل العديد من المناصب وساهم في تأسيس لجان كثيرة وله صفات متعددة، منها رئيس مجلس جمعية السلام القبطية لأكثر من 60 عاما، حيث كان يساعد شقيقه المتنيح أبونا متى ساويرس، وكان يهتم بالإنسان من المهد إلى اللحد.
كان سكرتير للجنة البابوية لرعاية الكهنة بالقاهرة، رئيس الهيئة العامة لكهنة القاهرة، أول كاهن بل أول واحد يجمع الكل، شعب مصر كله مسلمين ومسيحيين على موائد الإفطار، كان 1969، وكان دايما يقول لك احنا من شبرا انطلقت بعد كده حتى انها اصبحت تتعمل في البيت الابيض في امريكا، فاحنا نعتبر بنصدر كل حاجه لشبرا. كان يعتز بشبرا جدا، يقول لك شبرا دي جت فيها العائله المقدسه، ولازم يقول لك مبارك شعبي مصر عشان دي شبرا مصر مش شبرا اي حاجه تانية. كان ليه انتماء وليه احتواء جامد جدا، وكان رعيا لكل المنطقه سواء مسيحيين او مسلمين، فكان الكل بيشعر ان هو ابا ليهم ورعيا ليهم، وحتى دعوه ان هو عمدة شبرا. كان دايما برضو بيعتز بهذا اللقب ويقول لك انت ابونا بتاعنا كلنا، ابونا بتاع منطقة شبرا كلها. كمان رئيس الهيئة العامة لكهنة القاهرة، الممثل القانوني لمدارس السلام والرأية، عضو الإقليمي للجمعيات، عضو صندوق الجمعيات الأهلية، رئيس مركز السلام لحقوق الإنسان، مؤسس جمعية الإسراء لبناء المساكن، عضو اتحاد المدارس الخاصة، مؤسس لجمعية الاستهلاكية التعاونية، وغيرها من اللجان التي نعرفها والتي لا نعرفها. كان مميزا بخدمة المذبح، يطلب شفاعة القديسين دائما، نموذجا للكاهن المثالي الأمين، يفتقد شعبه يجاملهم، يعرفهم بالاسم، يعرفهم بالاسم، يقول لك فلان ده في الشارع الفلاني ابوه كذا وامه كذا وعيلته كذا، يساعدهم بالنصائح والارشادات، وكان حكيما جدا وخصوصا في حل المشكلات. تميز بالعظات المتنوعه، منها العظات الرسائيه وعظات القداسات، ولا سيما الاحاد والاعياد. حتى في اخر لحظه لم يفارق المذبح ولا الكنيسه، كان يشعر بالانتماء كما قلت لمنطقه شبرا. نودع أبا وبطلا، اجتاز الكثير من الصعاب والضيقات ولكن كان الله سنده، هرما فهو قمة لا تعرف الهبوط، نورا لا يعرف الظلام، شروق لا يعرف غروب. ستظل سيرته بتعبه من خلال أعماله دائمة، وإن مات يتكلم بعد في كنيسته وفي أسرته وفي أعماله وفي محبة قلوب الجميع. فأنا أودع ليس كاهنا ولكن هذه الروح الطاهرة مع الأربعة والعشرون خصيصا الجلوس على قراصيهم. كان ليه تأمل لطيف يقول لك كل الناس فوق الشهداء ويأتي الشهداء، ولكن الوحيدين الجالسين هم الكهنة. ليه؟ أصلهم بيوقفوا فوق تحت في الأرض وهم قاعدين يصلوا من أجل الشعب، فربنا بقى بيريحهم فوق ويخليهم يقعدوا يجلسوا، هم الفئة الوحيدة الجلوس على قراصيهم. ربنا بيكللهم بالجلوس كرمز للراحة الأبدية. جلوس على قراصيهم في يدي الله الآب، طالبين صلواته ومعونته وشفاعته لأجلنا. إنه أبانا الذي في الكهنوت، وجدنا فيه الصليب والقيامة في كهنوته وخدمته. كنا نلاقي الصليب بالاحتمال، والقيامة كان دايما يبقى فرحان بخدمته. في النهاية لا أطلب إلا الله يعيننا كما أعانه. أشكر قداسة البابا تواضروس الثاني، ربنا يطول عمره لمنتهى الأعوام، لتعبه ومؤفته أن هو لا يفارق هذه الكنيسة حسب وصيته. أشكر نيافة الأنبا مكاري على تعبه، إزاي أن هو تعب معنا امبارح ودايما كان يزورنا ودايما يفتقدنا، بمحبته وبحكمته وبصدره الواسع وطولة باله أن هو وافق أن يكون برضه موجود في وسطنا كبركة لهذا المكان الطاهر الذي خدمه، ليس بمجهوده فقط ولكن صدقوني 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 بدموعه أيضا. ما أكثر القداسات التي كان يبكي فيها لأجل الخدمة ولأجل نمو الخدمة وازدهارها ولأجل المشاكل التي كان يضعها. نشكر أيضا السكرتارية، نشكر الأباء الأسقفة الحاضرين معنا على تعبهم، نشكر الإكليروس باسم الأسرة، أشكر محبة الكل، كل واحد باسمه وكل واحد باسمها،
وارجو ان انتوا تصلوا علشان خاطر، دايما كنت اقول له كده، الشيله تقيله والرساله كبيره، صلوا عشان خاطر ربنا حتى يأثر ايامي، ودايما ان احنا نكمل هذه السيره العطره بسلام وامان. وصلوا لنا كتير جديد جديد لالهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد، امين.